بس انا هاخد من كلام كريم وهروح لسؤالي الاولاني. في لعيبه او في رياضيين بيبقوا ما يعرفوش موضوع ان المنشط ده ربما يكون فيه او بيندرج او بيدرج يعني تحت فكره المخدر او المنشط اللي هو محظور، ولكن في لعيبه تانيه بتبقى عارفه. فهي دي بقى النقطة اللي احنا خلينا نفرق ما بينهم، وفي نفس الوقت على أي أساس بيتم إدراك يعني منشطات معينة ضمن القائمة اللي هي محظورة ومنشطات تانية لا؟ خلينا نفهم من حضرتك. صباح الخير الأول طبعا، وبشكركم على الاستضافة. أولا العالم الرياضة بيتحكم فيها منظمتين كبار اللي هي اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اللي هي الوادة، الورد أنتي دوبينج إيجنسي. يعني الهدف من الوكاله دي في الاول اللي هو الكلين سبورت اللي هي الرياضه النظيفه، انت عايز تاخد بطولات خدها بمجهودك بعضلاتك بتدريبك. المشكله ان ما كانش ده المتداول في السنين اللي فاتت، وخاصه في اوروبا الشرقيه كان كتير منهم بياخدوا مواد تساعد على حصولهم على البطولات، وكنا بنشوف في دول اوروبا الشرقيه في روسيا وكده كانوا بياخدوا كمية مهولة من الميداليات الأولمبية، لحد ما ابتدى يكتشف ان هؤلاء اللعيبة كانوا بياخدوا مواد منشطة وبيحصلوا على هذه البطولات. ايه كانت النتائج؟ ان دولة عظمى زي روسيا دي توقفت اكثر من 6 سنوات في الرياضة، ولاعبتها سحب منهم الميداليات بأثر رجعي. طب وليه اصلا الخطوة دي جاءت متأخرة للدرجة دي؟ عشان كان حتى ده فيها يعني حتى من منطلق مبدا العدل والعداله. الموضوع كان مكلف جدا، موضوع المنشطات ده وانك انت تشخص المنشطات دي بتحتاج اجهزه في منتهى يعني الغلو، يعني اجهزه غاليه يعني جدا، مش تحاليل عاديه. لا 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 لا، المعامل للمنشطات في العالم اللي هي المعتمده من الوكاله الدوليه من الوادا حوالي 32 معمل، والاعتماد بيتم لمده سنه فقط ويعاد تجديده. المعمل المصري احنا واخدين اعتماد لعينه الدم، لسه ما خدناش الاعتماد بتاع عينه البول اللي هو الاهم والاخطر. وعشان المعمل ده يتنيه شغال، المعمل ده بيشتغل طول السنه 24 ساعه في يعني 24 ساعه في 24 ساعه، لان ممكن تيجي لك عينه فجائيه من اي بطوله مطلوب ان المعمل ده يعمل. ولذلك زي ما كنت بقول انهم قسموا العينات، لما بياخدوا عينه من لعيب قسموها لاي وبي، اللي هي بتتحلل والبي بيحتفظ بيها العشر سنوات. ليه؟ لان لا يكتشف في الاخر انك انت كنت واخد منشط والاجهزه المتاحه حاليا مش قادره تشخص الماده دي. هحكي لك العينه دي بتتاخد ازاي. دي حاجه مهمه عشان الناس لا تشك لحظه في الاجراءات. سي الاهلي بيلاعب سموحه، الاهلي بيروح مندوب النادو اللي هي الوكاله المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، ياخد السكور شيت، ياخد الليستة باللعيبة من الفرقتين يحطها في ظرف ماضي عليه المدير الإداري أو المسؤول في النادي الأهلي. في النادي الأهلي واسمه قبل الماتش بعشر دقايق من تي يجي المندوبين دول يفتحوا الايه الشيت بالأوراق اللي جواه، وانت تسحب رقمين من النادي الأهلي ورقمين من نادي سموحة، بقى عندك 4 لعيبة. مندوب المنظمة المصرية النادو يلاحظ هؤلاء اللعيبه بشده، يراقبهم بشده، اول ما الماتش ينتهي ياخد هؤلاء اللعيبه الاربعه معاهم مندوب النادي الاهلي ومندوب نادي سموحه الى مكان اخذ العينات، بيخش معاه الحمام ياخد منه عينه البول. اوكي. العينه البول دي بتتحط في قاروره. ده لما يبقى في شك في البدايه دكتور حازم، ولا ده ان جنرال؟ ده راندمايزد كده يعني عشوائي. اوكي، يعني لو واحد لاعب متالق ملهاش علاقه برضه، يعني منشطات مش ليها تاثير مثلا؟ ملهاش دخل. اوكي، فتتاخد العينه في قاروره، القاروره دي مصنعه في مصنع في سويسرا، مصنع وحيد. القاروره دي مفتوحه. الغطاء بتاع القاروره دي اول ما العينه تتحط فيه ويتقفل عليه بيتم تتبع هذه العينه. ومفيش حد يقدر يفتح القاروره دي الا المعمل المعتمد في من الواد. العينه دي تطلع من ملعب المباراه الى مطار القاهره الى معمل المنشطات في برشلونه. اللعيب لو حد اضطرد في الماتش، لو حضرتك السؤال بقى مين اللي ممكن يتاخد خاني تاني غير العشوائي؟ اللعيب لو اضطرد. ليه اللعيب لو اضطرد؟ لان احنا بنعتبر اللعيب اللي اضطرد ده عنده سلوك عنيف، قد يكون اللي اثر على هذا السلوك منشط هي المنشط. حاجه في منتهى الدقه، محدش يقدر يتلاعب. روسيا كانت بتعمل بقى، كانوا وصلوا انهم يصنعوا مكنه
تفك العينه، تفك الغطاء ويغيروا العينه. يغيروا العينه. لا والله. فتوقفوا ست سنوات، فتوقفوا ست سنوات. اقل واجب. اقل واجب. العينه بعد ما تخش المعمل بتتقسم A وB، الـ A تتحلل. بعد ما تتحلل لو طلع فيه منشط بيبقى لازم يتعمل له ما يطلق عليه كونفرميشن، تثبت ان ده اللعيب ده عنده منشط. اول ما اللعيب يتسجل على السيستم الادم ده ان ده عنده منشط، مين اللي بيشوفه بقى؟ المعمل، المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، الاتحاد الدولي بتاع اللعبه، كل دول شافوا اللعيب ده، اللعيب الفلاني طبعا. واخد منشط. مين اللي بيبلغ اللعيب في مصر؟ الاتحاد بتاعه، يعني المنظمه المصريه بتبلغ اتحاد كره القدم انت عندك اللعيب فلاني الفلاني بياخد منشط. واخد منشط. ايه المنشط ده؟ المنشط ده نوعين، سبيسيفايد ونان سبيسيفايد، يعني معروف الهويه وغير معروف الهويه. النان سبيسيفايد ده عقوبته 4 سنوات على إيه طول. ده؟ يعني مش بس حرمان من اللاعب تاني طبعا. او غيره او سحب الالقاب، لا كمان عقوبه جنائيه. تاخد 4 سنين. ايه اللي المفروض اللاعب يعمله؟ رقم واحد يتقبل العقوبه، يتوقف، يا اما يطلب لجنه الاستماع. لجنه الاستماع دي كلها مراحل تقاضي، زي ما كنت بحكي لحضرتك في المداخله، مراحل تقاضي زي القضاء كده، عارف القضاء الابتدائي والنقض والاستئناف، هو نفس الكلام. بيجيب المحامي، جيب الدكاتره، جيب روشتات، هو خد الدواء ده ليه؟ خد المركب ده ليه؟ ثم الاستماع دي توقع عقوبه سواء ال4 سنين او تخفف. ليه حق في لجنه الاستئناف اللي هي ما بعد ذلك اسمها الابيل للاستئناف بنفس الاجراءات، ما كانش معجبوش العقوبه المحكمه. دي حصلت قبل كده مع لعيب كتير.